بتاريخ اليوم الخامس من شهر تشرين الأول عام 2024 أزل استطار النسخة الثانية للدوري السوري الموحد تحت رعاية الحكومة السورية المؤقتة وبرعاية هيئة الرياضة والشباب واتحاد كرة القدم في المناطق المحررة. تم اليوم سحب القرعة تحديد الأسبوع الأول إن شاء الله لهذه البطولة. العمل الذي نقوم به في ضمن هيئة الرياضة والشباب هو لتطوير الرياضة في المناطق المحررة وإرسال رسائل الحب لكل دول العالم بأن مناطقنا هي مناطق رياضية، مناطق حب وسلام. نأمل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع الأندية المشاركة، ونتمنى الدعم يكون أكثر والمشاركة أكثر من باقي الفعاليات الموجودة في المناطق المحررة. شاركنا اليوم كإدارة نادي الميادين في مراسم سحب قرعة بطولة الدوري السوري الحر للموسم الرياضي 2024-2025 بنسخة الدوري الثانية في المناطق المحررة، وكان التنظيم على أعلى مستوى من قبل هيئة الشباب والرياضة في الحكومة السورية المؤقتة وبإشراف الاتحاد السوري الحر. تمت مشاركة القرعة بوجود رؤساء الأندية الـ 12. طبعا احنا كنادي ترفعة الرياضة كنا موجودين وتم اجراء القرعة بشكل طبيعي، وكانت الوجوه مبتسمة وراضية عن اجراء القرعة او تنفيذ مراحل القرعة. طبعا احنا كإدارة جديدة في نادي ترفعة الرياضة نوعد جماهيرنا ان شاء الله في المراحل المقبلة بنتائج جيدة ورسم البسمة على وجوه الجماهير، واتمنى التوفيق والفوز لجميع الأندية.